تعرف الشاكي والرب من سمعها على المكارم تعينا في شاشة ما قصرت في المواجيب شاشات بداية بحر وانتو السفينة مجلس لكارم فيه مبدأ وترتيب ما بين يقول الله ونهجه ودينه ما بين يقول الله ونهجه ودينه يا مرحبا باسم الكريم هل الطيب في مجلس فيها العلوم الثمينة سوالف ما تعرف الشك والريب من سمعها على المكارم تعينا راوي وشاعر بين ضيفه ومعاريب برية فنجالها شاربينا والعود الأزرق دار من غالي الطيب أهل الكرم من دولته مشترينا أهل الكرم من دولته مشترينا يا مرحبا باسمنا كريم هل الطيب في مجلس. مشاهدينا الكرام نعود إليكم مرة أخرى بعد حمد الله وشكره على نعمه التي أنعم علينا بها، فأسأل الله عز وجل أن نكون شاكرين ذاكرين له سبحانه وتعالى. طبعا شو اسمه الحصيني لما يميل كذا يزين تكرمون جزمته ويدخل عليه في الشاشة عادي، أي شيء يجي من الحصيني عادي لا تستغربون، ترى حتى بصك غلوقته الغلوق ودائما يقول لي سكرها أنت عشان أسكرها. أي والله أنا عارف كنت عارف لها هلا هذا عاد أنا صرت أبا أحوسه ورعيت وراه شو رقبة شلون أيوة عيت والله شلون شلون يبعدتها العادة لا عشان لا يمكن عشان تكفى تمام لا والله ما فكر لي يا أخوي عيت القصة هذه لا اليوم لا في مضبوطة اي والله يقول ابو علي الله يسعده محمد بن لقفص العمري وهو اكتشاف خطير جدا 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 احنا طالعين من تو المسجد يقول هذا مطر قلت والله لا ما في مويه نازله ما ادري وش ثم قال لا هذا مطر قلت الله يجزاك خير عرفنا انه مطر احنا ما كنا تايهين قبل ايه فحبيبي يا ابو عبد الملك الله يسعده علمنا ابو علي الله يبارك فيه الحمد لله ايه استفدت مني اليوم جيد جدا جدا مشاهدي الكرام اللي ينزل من السماء اسمه مطر من الان ايه على كلام ابو علي نعم ولا لا اكيد واللي يقول غيث برضه غيث نعم ديمه رذاذ رذاذ بس اذا كان خفيف مره يسمونه رذاذ وفي القران الكريم وش الايه اللي هاي شيء ايه ودق نعم نسال الله لا يحرمنا فضله اللهم ابو منصور تقول انت في سحابه جايه بامر الله يعني اكثر من الاحاديث ماشي ان شاء الله باذن الله الحمد لله يا رب لك الحمد بطرفها لك في شمال منطقتنا هذه الاغلب كله شمال يا سلام شمال هم اللي عليهم خير اكثر من شمال الرياض انا بريحك شوي بروح لابو علي اي نعم باخذ منها كذا شيله سريعه ثم برجع لك ابي اسالك عن النباتات في البيوت وش وضعها؟ تفضل ابو علي. والله اني ابتهال بما انه في رمضان لا خالف بس جيب العدنيه. ليه يعني هالايام في الحلقه كلها راح تفضل. يا اخي والله هذه تجي على اللحن العدني تبغاها حسين. ايه عطها عدني يستاهل. يقول يا الله يا الله يا عالمنا ويا البشر يا الله يا منزل الغيث يا سامع لمن هدى يا الله يا منزل من دعا يا مالك الملك يا من بيدك امر القدر يا الله عفوك ولطفك بعبد الله ذيبك من خطاه يا الله يا منجي من عبادك ومهلك من كفر يا الله
يا رازق الطير يا كتاب موت وحياة. يا الله تفرج لي منه لجابك واشتكى واعتذر. يا الله واستغفرك وانحنى لك وابتهل في الصلاة. يا الله انت الرحيم الكريم الوالي المقتدر. يا الله وانت الذي من لجابك ما تخيب رجاء. يا الله اسالك العفو والغفران يوم الحشر. يا الله يوم ان كل يرى ما قدمت له يداه. اعوذ والوذ بك من كل اعوذ والوذ بك من كل سوء وشر. يا الله لا كثرت ذنوبي وبانت فعول العصا. يا الله سهل لي امري وجمل ما بقى من العمر. يا الله واكتب لنا الخير يا ربي بكل اتجاه. واكتب لنا الخير يا ربي بكل اتجاه. واكتب لنا الخير يا ربي بكل اتجاه. بياض الله وجهك يا ابو علي يا حل البشر. الله عز الله انك جبت اللحن اللي نباه اللي نباه. يا الله يا الله الله يسعدكم. الله يسعدكم. يلا تبارك ابو منصور. الان بكل بيت فيه نبته. نعم شيء في الظل شيء برا وشيء وش يعني وش المفروض نسوي؟ وش الصح ان نسوي في هالنبتات؟ وش نختار وكيف نتعامل معها؟ ما ادري اعطني معلوماتك عن هالجانب. في الصراحه انا ماني متخصص بشكل جيد بالنباتات الداخليه والزراعيه او الاجنبيه. انا اغلب اهتمامي بالنباتات البريه المحليه الاصليه. يا سلام انا مهتم بهالاشياء ذي. طبعا النبات اللي تنتشر عندنا بالبيوت فيها بعض الاشياء في بعض النباتات اللي طبعا اغلبها اللي موجوده اجنبيه مدخل علينا اغلبها الدخيل اي مدخل علينا يعني جلبت من اجل التجاره والزينه وكذا. فيها اشياء كثيره تسبب حساسيه. عجيب. دائما اذا جبت مثلا حسيت بحساسيه البك او بحد اطفالك او كذا فانتبه للنباتات الموجوده عندك. يا سلام. برضو فيها نباتات فيها نسبه سميه او هيب العصر سامه يعني. يعني انتشر مقطع عن شجرة برية جميلة عندنا تحمل جونا وتحمل كلش اللي هي الدفلة الموجودة بشوارعنا وكذا. هي هذه أساسا هي نبتة برية محلية أصلية. حلو. وانتشر عنا مقطع وقامت الدنيا وقعدت وخطابات شفنا خطابات لأنها نبتة سامة بينما هو رايح اللي تكلم هذا جايب نبات من المشات ومدخله ببيته وهو سام. النباتات طبعا ما في حد بياكله يعني تقريبا. صح. النباتات في نباتات عندنا احنا عندنا نباتات سامه وعندنا نباتات غير سامه لكن نحرص على الشيء اللي يدخل للبيوت انه يكون سليم من الحساسيه. الجذور برضو لها دور. حلو. زي شجره الكونوكارفس هذا اللي الان صارت يشتكون من الناس في عمليه المياه لا يحتاج لك ماء وتحمل نحرك وتحمل بردك وتحمل كل شيء لك. يا سلام. فتقدر اساسا تستغله يعني يعني اللي عندهم بالبيوت مساحات وكذا بنباتات بريه محليه اصليه ويفتك من عمليه السقيا من عمليه الحساسيه من عمليه الامراض من عمليه ادخال نباتات غازيه مثل ما دمرت بعض النباتات عندنا مناطق كثيره يعني منا وبنا الدعوه تصير. حلو. إيه؟ انا اشوف الارض الخضراء مو الارض الرياض الخضراء الرياض الخضراء الدمام الخضراء يبدو. نعم ما شاء الله. الان بدأوا الزراعات تزرع الان الاشجار. يعني الدوله حرصت على انه يكون شيء يتفق مع البيئه. اي نعم. لا اخفيك اول ما زرع يمكن شفنا
وش انواع الاشجار اللي زرعت؟ زي الكنكر زي البرسوب زي بعض الاشياء، لكن الان لا اي ابي الان وش هو؟ زرعوا الطلح. الطلح والغاف. والغاف بجميع انواعه، المرخ، الغضاء، الارطى، الطلحيات بجميع انواعه. لكن في نقطه مهمه، يعني المملكه الناس، انت ما تتكلم عن دوله، تتكلم عن قاره. نعم لا صحيح، يعني طوله حوالي 2000 وشوي، يعني من راس عنازه بطريف الى ذعبلوت حوالي 2000 وشوي كيلو. ايه ويمر من عندنا ويمر من عندنا مدار السرطان، يعني احنا احنا على مدار السرطان بالوسط. الهبه اللي صارت عندنا جزاهم الله خير كثير من الشباب المهتمين، احنا من الاوائل يعني اللي انا مجموعه معي، لكنه جبنا نباتات وجربناه مثلا بمناطقنا، مثلا جربناه بالقصيم، جربنا بحايل، جربنا بالرياض، ما نجحت. سبحان الله، لانها تهاميه، تبي مناطق دافيه، تبي رطوبه، تبي كذا. فدائما اقول للجدد اللي طالعين اللي كاثرون الحين، تشوف بعض الناس وده مثلا عنده قطعه ارض ونشيط ويبدا يجيب من النباتات ويحط، نقول له شاور اللي عارف، ابدا مما انتهوا من الاخرين. يا سلام. يعني احنا عرفنا الان مثلا عندك مثلا منطقه الجوف فيها نباتات ما تنجح، منطقه حايل، القصيم، اللي تصل مثلا نجران، اللي تصل تهامه، مناطق الربع الخالي، كل منطقه لها نباتاتها. يا سلام. وفي نباتات نجحت عندنا، احنا جربنا، انا اهتميت في، جبت جميع النباتات العاسلة عندنا بالمملكة، جربتها جميع نبتة عاسلة ينتجون منها النحل عسل بالمملكة جبتها عندي بالمزرعة. يا سلام. وجربتها، في شيء نجح أفضل من مناطقه، وفي شيء لا والله ما نجح نهائيا، وفي شيء وسط أفضل من مناطقه. إيه إيه إيه، يعني نجح بالحجم وبكمية الأزهار، ممكن تكون بيئتها متوافقة وتوافقت، وفي شيء لا والله ما نجح. يعني الآن البرتقال إيه؟ الحمضيات عموما. اي نعم. في الحريق. ايه. وفي الحوطة. ايه نجح. في حايل. ايه نجح. في اماكن حققت نجاح كبير. كبير. ايه نعم. هو نجاح كبير. كبير نعم. مع انه كان قديما يقال لا يمكن ينجح. ايه هي. في الجزيرة العربية. نعم. لا نجحت. فيبدو لي في الحريق مثلا، احنا كنا نتكلم مع الاخ مساعد الخثلان الله يسعده. نعم. ابو وليد. ابو وليد. إيه. ابو وليد الخثلان. كان يقول انه الجبال اللي موجوده، إيه؟ الجبال، إيه؟ من هنا ومن هنا جعلتها بيئه خصبه للحمضيات. نعم. بينما المنطقه المكشوفه ما ينجح فيها. لا لا. ولذلك فعلا على كلامك الان، يعني المنطقه اللي او اي انسان بيزرع له نبته او شيء من هالقبيل يسال عن بيئته. إيه نعم. وش النباتات اللي تصلح لها، وش اللي يعيش معها. إيه نعم. وش اللي ما يكلفك مويه اكثر. انطلق بها. أنا بأسألك سؤال، يعني أبي إجابة سريعة. في بيتي الحين عندي أنا يعني زراعة خفيفة، حويضة على ما يقول، حويضات. إيه؟ يعني مسار يمكن 4 متر وأربعة متر كذا. يا سلام. العام الماضي في الصيف ما تنكلن، وش المفروض أني أزرع عشان تستمر معي في الصيف؟ حط نباتات البرية. نباتات برية. إي يعني عندنا الحين كشجيرات مثلا، عندنا النباتات العطرية، البعثران دائما نبعده، البعثران لانه يسبب حساسيه. وش اللي نقربه؟ لا اقرب الشيح جميل، الجعد، القيصوم اجمل من كله، الريحان. الريحان جميل يتحمل الحراره. في اشجار زهريه مثل شجره النقد. أيوة. النقد، في الشجر اللي يسمونها النقدان، ما لها اسم عربي، جميلة جدا، ريحتها فواحه. في اشجار بريه نجحت عندنا جميله وتحمل الحر، هي من الحر، ما لها دخل بالحر، مثلنا بالضبط. تبي مويه بس، ما ولا تبي ماء. نباتاتنا هذا بالشعبان، نقعد بعض المرات 15 سنه ما تصير الشعبان وهذا عايش. ايه ما 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 سبحان الله. إيه. وعروقه على فكره، معلش لو قطعت كلامك، عروقه وتديه دائما. النباتات الصحراويه تقلبت عبر الاف السنين، عروقه وتديه، لا تاثر على تكرم المجاري، لا تاثر على الصرف الصحي، لا تاثر على المواصير، لا تاثر على شيء، لانها دائما تعودت انها تلحق الماء. يا سلام. إيه يا سلام. اذا اللي ناوي يزرع في بيته ابد هالنبتات اللي ذكرها ابو منصور، على اساس انها تستمر معك في الصيف وفي اشتهاء، طبعا للي عندهم حر مثلا في ابها ولا في شمال المملكه، ابرد من وسط المملكه. نعم. يعني بدرجات. فانا اقول شوفوا الشيء اللي يناسبكم، وكلنا على جربنا الضرم اللي هو اللافندر ونجح عندنا نجاح قوي جدا. اللافندر. اي الضرم. ايه. الضرم. اي نعم.
نجح عندنا بنجاح كبير وزيارة نحل متوفر إيه بس نجح عندنا جربنا وجربنا الندغة اللي هالمجرى ونجحت وجبنا القصور حق الربع الخالي ونجح نجح قوي يا سلام وانتجنا الجبدة كلها جربت جميع النباتات حلو, حلو طيب نبتة المورينجا أنا أشوف الناس صايحين بها الكلمة المورينجا هي اسمها العلمي ولكن هي اسمها البان العربي وموجودة عندنا حنا بان عربي موجودة بالمناطق الدافئة جنوب الرياض وبالهضب وبالجبال هذه مليانة مورينجا عربية اللي تسمى البان اللي تغنوا بالشعر يا غصن البان يا غصن البان موجودة عندنا عجيب هي المورينجا وتحمل الحرب 80 إيه هي ابدا صحراوي ولا عندها مشكلة يا سلام اي نعم حتى بذور انا كلمت الدكتور احمد قشاش ويقول 80% من بذرتها زيت بينما الاجنبيات ذولي 20% نسبة الزيت بها عجيب اي نعم 80% اي وتبت عندنا بكميات كبيرة في شعبان جنوب الرياض موجودة يا سلام يا سلام الله يبيض وجهك مصر احنا سافرنا الاملج ما شاء الله سافرتوا انا واخواني ما شاء الله متى قبل العام واحنا وياهم قبل العام وش كانت ما شاء الله عندهم زراعه المانجا مانجا والموز يطلع عندهم شو مناسبه رايحين ها انت ماشي انا وخوالي شو فيكم وش عادي وش السياره اللي رحتوا فيها معنا جموس ومعنا باترول ليه كم عددكم احنا حول 9 معكم جموس اي جموس واحد شيء 7 الواحد كل ثلاثة بالسيارة. ما تبسهلي. ثلاثة جموس من واحد. ثلاثة جموس مع واحد. فالحقيقة إن أشوف المانجا الصغار. أقطف وتأكل. نجح المانجا بالسواحل نجح عندنا بشكل قوي بس ما يتحمل الصقيعي والموز ينجح وكلنا. وكلت المانجا. ولا قلت كرياتين لأبو عبد المحسن قبل ما يجي البرنامج قبل أعرف قبل أعرف قبل 4 سنوات يمكن أو 5 سنوات يمكن قبل 5 سنوات كنت أنا في برنامج نسيته قصة قصيدة نسيت إلا صح لا مالك عذر إي والله ما لي تعوضني إن شاء الله بعوضك يا بعد أنا بروح إن شاء الله بعد 10 سنين بعد 10 سنين الله طويلعة من ربعك في الطويلعة لا بس الطويلعة يعني الطويلعة طبعا مكان جنب مفوحة ديرة حي جنب مفوحة الطويلعة جنب بينه وبين سكارينة وكنا أنا وياه جيران أيامها كنا في الثانوي كان جارنا بس ما كان كذا طبعا يعني يختلف كان وضعه ذا والآن ما شاء الله أحلى وما شاء الله إيه فدا الله لكن أكيد تجيب لي مانجا بإذن الله إيه انتبه إن شاء الله انتبه أفا عليك أبو صالح سام تبي نسمع من أبو زياد ما نأخذ منك لا زياد ما يحتاج يلا يا أبو زياد هذه طبعا قصة بيتين نعم عايض بن سالم البدراني صارت عليه الله يرحمه تقريبا عام 1402 رحمه الله يقول كنت سواق تاكسي بمطار الملك خالد فيقول جاءك الرجال رحلة من الطائف ومعهم مرته ومعهم بزر صغير يقول تلفت يتوسم بالسواقين الرجال اللي فيه خير ولا عايض الله يرحمه رجال فيه خير وسيبه يقول يجي لمي قالت وديني إلى المجمع قلت نعم يقول تقاطعنا وياه وركب معي يقول ركب قدام والمرة وراء يقول عفشهم حطيته في الشنطة يقول مشينا تخبروا الخط المجمع الأول حتى ظهر بعد فيه ظهر قطعة صحراء وكذا يقول ما أنا يعني ما نسرع يقول الرجال ما تكلم أبد نهائي يقول تراهم قالوا نبي وقف نبي ما أدري نبي ناخذ لنا غرض من الشنطة كذا يقول يوم وقفتها بجيب غرض للبزر يقول له يشوف المرة تصيح وتحبحب يدين ولدها يقول سبحان الله دق بقلبي إن الرجال امتزاعل إن هو ومرته وإنه جايني بوديها لا يا عند أخوها يا عند أبوها حسيت كذا إحساس وبتفقد ولدها أي وتتفقد ولدها لا إله إلا يقول ويا مرني الله يقول يا مركبنا يقول وأنا أقوم أتمثل بهك البيتين أشيله نشيله أقول متلامي عينين تهل دموع مهلة الدمع من خيرة يا ليتي ندري عن الموضوع وحلي دعواتي يا منيرة يقول أمدريت لما التفت علي الرجال قال يا ولد أنت وش تقول قلت والله أنا سواق وهيجن ما معي حد يسولف معي وهيجن يقولوا للرجال يوم تقل قسم بالله صحة تقل قايمة منه نعم
يقول قال يقول تلفت وتحرفص له شوي يقول التفت علي قال يا ولد ترجعني الى المطار. قلت لي والله رجعك ولا بمنك ولا ريال. أيوة. انت الامر اللي براسك راح. عزيت وراح منه قال لي والله انك حضرت خير والله ان حضرك حضرت خير. سبحان الله. تحب راسي قال الله يبيض. يقول حنا ندور ورجعهم للمطار. أيوة. يقول يمكن يقول حال المغرب يقول يقول رحله للطائف يقول روح يقول تواعد انا وياه يقول الله يقول والله انا كليله ما رحت يعني يدعي الله ان الله جمع بين راسين وبيتين على هالبيت وبهالبيت يعني ما تفرق هالبيت ببيتي. يا سلام سلامة. يعني يعني بيتين بيتين من الشعر اصلحت بيت اسره. أيوة. الله اكبر. الله يبيض وجهه. ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا. حاول بقدر ما تستطيع. احيانا سبحان الله يجعل الله يطرح الله فيك البركه وانت ما حسبت حساب. اي والله ولا يا وحسه. اي والله سبحان الله احيانا كلمات النفس لها اقبال واجبار. أيوة. شوف هذا الذكاء عنده فتح الله عليه لان الامر عند الله. اي نعم. ما يجي خبط عشوائي يصلح بينه. فقال ذا القصيده نبه الله. انا يوم الايام انا في مسجدي في جامع جالس الا في ذاك الشاب جاني مضطرب. قلت الولد ذا عنده شر بدل اليوم. في يوم غلقت من الصلاة قلت يا أخوان الإنسان لازم يعرف من يماشي وانتبه. الإنسان لا يكسر أمه ويكسر أبوه ما مخدرات ولا بشيء كذا. الإنسان يبغى أن يتقي الله لا يدخل على أمه حزن وأبوه ومجتمعه. وأنت يا أخي تكفى كل رجل قد المقام ما هو شماغن على الدماغ تكفى. وبدأت أنا وأنا عارف يوم غلقت مسكني قال بغيت قلت قال والله يا أخي هذه حبوب توي استلمتها الآن قبل العصر من واحد. وإلى الولد شخصية وطويل رجل ما يستاهل سبحان اللي خلقه. سبحان الله. أي والله. فإن الله يصلحه بفضل الله عز وجل يا رب. فشوف هذا الذكي اللي فتح الله عليه. ترى الله ما يفتح عليك إلا لأنه يريد لأنه يريد الخير. الله. فلبها فأصلح أمه من البيت العادي يمكن لو ذكي. هذا توفيق الله قبل كل شيء. يا سلام. ذكرتني ب امراه اتصلت علي هذا الكلام العام الماضي عناك ابو صالح. نعم. سلام عليكم. السلام. تقول انا ابشتكي امي. افا. قلت شلون ايش فيها امك؟ كانت امي فيها شده يعني مسببت لنا اشكالات كبيره. فيها قسوه مسببت لنا اشكالات كبيره. ولا أدري وش أسوي معها. قلت شلون يعني وش القسوة وش ال... كانت حنا مجموعة بنيات أخوات. ما داني جيتنا في البيت. ما داني إيش؟ ما داني جيتنا في البيت. زوجات طبعاً. ولا تبي عيالنا. لا إله. ونفسها في خشمها. ويعني صرنا لجينا البيت نشيل همها. إلين نطلع إحنا نبغى البر بها وناصلها وكذا. هي زي اللي تقول يعني هل حنا عاقين كذا؟ هل حنا عندنا مشكلة؟ هل وسبحان الله من ضمن الكلام من ضمن الكلام قالت وان فيه واحده من اخواتي حالتها الماديه وسط. هذه عاد مي بدانيها امي ابد. مي بوسط اقل من الوسط. مي بدانيها امي ابد. لا حول ولا قوه. وانها ما تبيها ولا بشوفتها وكذا. وإن والله ما ادري ايش اسوي. قلت اول شيء هنيئا لكم. ما شاء الله. هنيئا لكم. هنا البر صح. قالت شلون؟ قلت أنا أقول شلون. أول شيء هنيئا لكم بركم بوالدتكم رغم قسوتها صح وصبركم عليها صح. ثم هنيئا لكم صبركم عليها. نعم. لأن هذه نقطتين ميب سهلة. نعم. والله. فإذا كان الله عز وجل خلق والدتك على هالطبع فتحملوها على ما هي عليه. نعم. لأن تحملها نوع من البر بها. صحيح. والصبر عليها نوع من البر بها. نعم. بس خليني من الوالدة خليها على جنب. أعطيني الآن أختك اللي حالتها أقل من وسط. شلونها مع زوجها؟ قالت والله قبلها مشاكل. قلت أنتم السبب. قالت شلون؟ مالنا إحنا مالنا. قلت لا أنتم السبب. أنت وخواتك السبب في مشاكلها. قلت لا إحنا ما نتدخل في شيء. قلت ما لا ما لأنكم ما تدخلتوا عندها المشكلة. أنتم سبب المشكلة. قالت شلون؟ لأن من ضمن أيضا كلامها قالت إن إحنا يعني موظفات وأختي هذه الأقل شوي. قلت أنت وخواتك كم؟ قالت احنا اخواتي ست. قلت لو كل واحد منكم اقتطعت 500 ريال من راتبها وعطتها وحولتها لاختكم اللي اقل من وسط. ترى مشاكلها مع زوجها بسبب الفقر. نعم. ترى مشاكلها مع زوجها لانها تشوفكم بمستوى ارقى
تبي توصلكم فتضغط على زوجها ويصير بينهم مشاكل. صح. تراكم صح. السبب في صلاح أمرها إن أنتم أردتم إصلاح أمرها. قالت ها والله أني زاهمة علشان شيء وإنك نبهتني شيء والله ما فكرنا فيه. حلو حلو جميل. قلت أختكم أهم شاهم أختك هذا عضيتك الله لا يخليكم من بعض. هذه اللي انطلقي أنت وأخواتك الآن وصرفوا لها شيء 500-300 لا بأس بس خلوها شهريا. نعم. وخلوها ترتقي هي تريح زوجها وتزين عيالها وتلبسهم وترتب أمورهم ترتيب زين وتوازيكم على الأقل تصيرها حولكم حواليكم ولا تعطينا إياها بطريقة بعد صدقة ولا ذا لا جيبوها بطريقة جميلة جمعية جمعية مثلا ولا جاء دورها والله أنا أختي والله ما أعطي والله ما مني ما أخذ من شيء والله ما أخذ من شيء لا فأنا أقول يعني انتبهوا للي حولكم لأن اللي حولكم يحتاجونكم وأنتم ما تدرون صح فأسأل الله عز وجل أن يدلنا على كل خير وأن يسعدنا في دنيانا وآخرتنا يا ربي يا الله ومصالح يسعد أنا أقول بعد بالإضافة للي ذكرته أبو عبد المحسن الرجال ذراع التاكسي نيته طيبة نعم وفق لهذا العمل نعم الله العظيم اليوم حنا مدار حديثنا كل اليوم تطرقنا للربيع والمطر تطرقنا للشاذلية وش المطر اللي ينزل من السماء أيوة ينزل من السماء أبو علي اليوم عليك تطرقنا للشاذلية والغيوم فهو شاعر انجمعهن ببيت كل ذولي ما شاء الله أيوة يقول الحياة والمطر والشاذلية والربيع الخضر ويا الغيومي شنو جمعهن ببيت ابى اسمعكم قصيدته كامله يلا تردون معي الشطر الثاني حتى مخرجنا بيعطينا السماعات بشكل جيد الله يقول شاعرنا صالح عياد الحربي ابو زياد الله يوفقه قبل زياد يقول بسمي من هو خلق كل البرية واحد باخص كل العلوم واحد باخص كل العلوم طالبك يا الولي تعطف علي تسقي دياري شاويها السمومي تسقي دياري شاويها السمومي من حقوق المزن تصبح ندي يا سلام سلاها بالفياض أصبح يعومي سلاها سجح علي فوق جيب رقا كل الرجوم فوق جيب رقا كل الرجوم الفياض الخضر برض عذية شوفها يا عرب يجلى الهموم شوفها يا عرب يجلى الهموم وامي سالم متغرد بضحاوية تسجع الصوت وتهيض القروم تسجع الصوت وتهيض القروم الحياة والمطر والشاذلية والربيع الخضر ويا الغيوم والربيع الخضر ويا الغيوم وشاذلية
كبت النار بالأرض الخالية تقعد الرأس وتزيل الغموم تقعد الرأس وتزيل الغموم والقدو عشقر ما فيه زايا صفات دلاء لمهد فتا الخشومي صفات دلاء لمهد فتا الخشومي مع خاوي يا بي يطرب خاوي رجلي فاهم محافظ للسلومي رجلي فاهم وحافظ للسلومي هذه والله ترى أكبر عطية والثنى الواحد وجهه يدومي والثنى الواحد وجهه يدومي والثنى الواحد وجهه يدومي بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا ابو زياد بيض الله وجهك يا ابو زياد ايوه الحقيقه سلام. هذه بيوت جميله يا ابو عبد المحسن جميلة هذه الدنيا جميلة مثل وردة بالخميلة الله يا الله حظي منه يجي لها وحظي منه تجي لها الله أنا أشهد أن حظوظه كثيرة ولا هي قليلة ومن طاع شيطان غادر به حاسه ومن طاع شيطانه غادر به وحاسه مشارك مشارك ولاني بفارك وبدخل وبدخل لو اعمل معارك ومن طاع شيطانه غادر به وحاسه لازم الموال انتهي بحاجه سريعه بعده نعم يعني كويس شغلي تو ولا وصل جدا بيض الله وجهك انك احسن واحد يا ابو حسان الله يسعدك وش هالموال يا ابو ما شاء الله طيب سهل والله لا من قطار منول ولا مول من قديم من قديم اي ولا الحين يعني الحسين على كل احواله يا ما احلاه وما احلى مواله يا سلام يا سلام الله يسعدك الله يسعدك ابو يا سعود بتقول ايه بس بتكلم هناك بتكلم هناك وانا برد عليك ايه ده الحلاوه دي ابو عبد العزيز انا بسالك سؤال جاوبني بصراحه بالله اي اجمل صوت القرعاوي ولا الحصيني استاذي الحصيني انا ما اتعدى على استاذي انت مو صراحه يعني لا مو صعد صراحه مره يعني مشي يعني القرعاوي تلميذ من تلاميذ الحصيني هذا الكلام هذا الكلام الزين الله الله الحين تقارني انا بصوت القصيم كله لا هو عنيزه بس او صوت عنيزه شوف الحصيني استاذ هذا صوت الشقه القرعاوي تلميذه الحصيني استاذ والقرعاوي تلميذه تلميذه يذكرنا بابو حسان لا صلح حنيذه حنيذه الله يا سلام حلوه سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة بملائكته سبحان الذي يسبح هذا اللي قلتها بتجي الله أعلم هذه ما شاء الله عليه ما شاء الله تبارك الله هذا يا جماعة الخير من السنة إذا سمعنا الرعد نقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لما تقول هالدعاء فيه عدة فوائد نعم أول فائدة أنك أطعت محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الله عز وجل يا سلام. ثاني شيء أنك طبقت السنة فأخذت عليها الأجر ثالث سلام. شيء سألت الله عز وجل خير ما فيها فأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا الفضل رابع شيء كلامك نوع من الشكر لله عز وجل على هذه النعم تلاحظون في ديننا ما شاء الله تبارك الله ما في شيء لو له سبحان الله يا دعاء
تدخل تكرم دورة المياه دعاء، تطلع منها دعاء، تاكل دعاء، بتسافر دعاء، بتطلع من بيتك دعاء، بتدخل من بيت ولا لا؟ اي حفظ من الله عز وجل لنا. فنقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ما شاء الله. هذه شوف الرعود الان وعلى نزولها ونزول الامطار يا جماعة الخير، ترى الدعاء وقت نزول الامطار احرى بالاجابة. ما شاء الله. فأسأل الله عز وجل في هذه اللحظة المباركة أن يسعدني ويسعدكم ومن يحضر ومن يشاهدنا، وأن يبارك لنا في الدنيا وفي الآخرة. قطع علينا، قطع، ألعب في الكاميرا. عمران هذا يبي يحاسبه. وأسأل الله عز وجل أن يحقق لنا الأماني، شكرا، وأن يجعل سعادتنا في دنيانا وفي آخرتنا. وأسأل الله عز وجل أن يمتع الجميع بالصحة والعافية. وأسأل الله عز وجل أن يحقق لكل منا مراده، وأن يبارك للجميع في الدنيا وفي الآخرة. قولوا آمين. فلربما آمين خرجت من أحدكم وافقت قبولا من الله فشملتنا كلنا. أسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. الآن ما شاء الله البراق قوي، تشوفونه ولا ما تشوفونه؟ البراق قوي، ولذلك الرعود بعد البراق سبحان الله. يقولون على طال البراق، يقول إلى البرق ولع وجلست 10 ثواني ما رعدت، معناها انها بعيده عنك 10 كيلو على كلامهم. يعني يقولون ايه اللي القياس في نظريه اساسا، ايه بس اني ما ضبطت النظريه هذه، اللي هو سرعه الصوت وسرعه الضوء وكذا، ويحسبون المسافه طبعا. سبحان الله. طيب سؤال، في مقطع انزل طلع لك قبل وتكلمت عن الحشرات انها ما تشرب مويه، وهذا هناك من هاجم وقال أنها تتناقض مع قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. كيف نجمع بينهم؟ كيف؟ ما أدري. هو هي الكلام كان الموضوع عن النحل، والنحل طبعا حشرة، نوع من أنواع الحشرات، والحشرات كثيرة طبعا. هي ما لها مسالك بولية، يعني خلقة الحشرات ما لها مسالك بولية، معناته أنها ما تشرب الماء. لكن لو قلنا الكلام هذا فهو ينافي كلام الله. أيوة. هذا الكلام ما يجوز، لكن هي فيها جهاز بالدم بسيط تستخلص منه رطوبة بسيطة تكفية. يعني يبقى فيها رطوبة للجسم وليست شرب. يعني هالحين كثير من المخلوقات لو جينا للإنسان والحيوانات وكذا تجد له مثانمة كلى كذا، الحشرات ما لها الكلام. سبحان الله. لكن احنا نشوف مقابل هذا انه مثلا النحل، خاصة النحل لانه النحل ملاصق للإنسان، لو ما حطيت ماء مات النحل. ما هو المقصود انه ما يشرب الماء، لانه ياخذ الماء للعمل. لكن الرحيق اللي يشربه النحل اليس فيه ماء؟ لا، بس لا ما يعتبر ماء، يعتبر رحيق له. طيب تركيز خاص. طيب ما يكفي الورده اللي شربتها، اللي شربت منها النحله، الرحيق اللي موجود بالازهار. ايه ايه، هل فعلا سائل؟ بس مهما ما يخالف، لكن هالوردة هذه لو ما سقيت بالماء بأمر الله ما طلعت. لا لا ما تطلع. لا صح ولا لا؟ اي نعم. اي نبات لا يمكن، زي الضب يقول ما يشرب مويه. لا لا يشرب ماء. ايوه لا يشرب ماء. في انت الحين نقصت من الجوازي. ايوه حلو. جميع حيواناتنا وطيورنا الفطريه بالصحراء متاقلمه عبر الاف السنين، انها من الطيور والحيوانات الجازيه. إذا قالوا فلان جازي أو كسرة الجزو أول بالجزت، أيوة هي ترك الماء. أيوة. يعني الضب أو الضبي أو الحبارة أو الوضيحي أو الحشرات الموجودة أو السحالي الموجودة بالصحراء، كلها لها طريقة استخلاص ماء حتى لو بالقيط من المادة الخضرية، وبعضها تقوم بالتكثيف زي بعض تكرم الحشرات والخنافس، تقوم بالتكثيف الماء هي بنفسها، عندها جهاز تكثيف وكفي نقطة بسيطة بتسالك. لكن النعام العربي القديم الضبا لا، تستخلص من المواد الخضرية. اها ايه، فالناس يقول ان الضب يشرب من الهواء، لا ما يشرب من الهواء، ياكل مواد خضرية ويستخلص منها كمية بسيطة. والارنب كذلك، والارنب من الجوازي والحبار الجوازي، بس اخذ كل الجازي اخذت الضبي. والوبر كذلك، الوبر برضو من الجوازي، الوعل لا. نعم. الوعل ما هو من الجوازي. يعني كلمة الجازي، الجازي هو اللي يترك الماء، اللي ترك الماء. ايه، اي بنت، اي بنت اسمها الجازي اذا ما تركت الماء في مهيب الجازي ولا لا؟ لا هي واخذ الاسم هذا، واخذ الاسم هذا الضبي.
هي الجازي ظبي النوازي، الظبي هو الجازي لأنه كان هو المستهدف في الصيد أكثر. سبحان الذي سبح الرجل. لكنه أخذ الاسم الظبي، فكلمة الجازي تعني الظبي، ما يصيد الجوازي غير كذا وكذا، الجوازي يقصد الظبا. لكن كل ما ترك الماء البل الغنم. إلا الله، هذه قوية، هذه قوية. سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة وخيفته. نقول لكل واحدة اسمها الجازي في هاللحظة المباركة مع نزول المطر، كل واحدة اسمها الجازي أسأل الله أن يسعدها في الدنيا وفي الآخرة، وأن يبارك لها في مالها وفي ولدها وفي دنياها وآخرتها، وجميع بنات المسلمين. قلوا آمين. جميع بنات المسلمين في هاللحظة المباركة، وأسأل الله عز وجل في هاللحظة المباركة أن يسعدنا جميعا في الدنيا والآخرة، وأسأله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. من الخير الذي يوفق له الإنسان، خلونا نذكركم بوقف رحماء مع نزول هالأمطار، فنسأل الله عز وجل أن يسهل أمره ويكتب اكتماله عاجل غير آجل. وشوفوا ما شاء الله البروق، مخرجنا مخرج جميل رائع ما شاء الله. سبحان الله سبح الرعد والحمد لله. شوفوا يا جماعة الخير الآن أمطار ورعود وبروق وخيرات، فيا ربي لك الحمد. أسأل الله عز وجل أن يجعله مطر خير. يقول مطرنا مطرنا بفضل الله ورحمته. المخرجنا الجميل مطلع لنا البروق، ما يبغى يفوتها علينا. خلنا على البروق، على البروق تكفى. أي والله روح على البروق. ما شاء الله تبارك الله. أبو منصور مدام بروق وعلى مقام الأمطار الآن الحالية وش تخدم من النباتات؟ يقولون الأولين يالله بوسمية أرعابة شتوية. أيوة. يعني يجيب مطر بالوسم يرعبة ثلاث شهور. يا سلام، حق الشتاء ثلاث شهور. نعم. ويالله بصيفية أرعابة حولية. يا سلام. يعني يقعد تنبتل. ما شاء الله نباتات الصيف، جميع النباتات اللي تعيش بالصيف. صوت. ما تسمعه؟ ارفعوا له صوت السماعات يا أستاذ محمود. ايوه والله مع السيل ذا ما شاء الله، مع المطر ما شاء الله تستعز النباتات الداعمه. الاشجار الحب كلها صيفيه، الاشجار الطلحيات كلها صيفيه، ينبت ربيع القيض اللي هو النصي، المكر، السعدان، نباتات القيض كلها تستعز الايام هذه. يا سلام. اي نعم، وتعيش عمر اكثر. والمتبقي من نباتات الربيع اللي تماتع زي الفنون، زي السليح، زي بعض النباتات مناعة وقوة تقديرها شهر 6 ميلاد العام، وقبل العام الأربعين وصل شهر 6 ميلادي ما كسروا الجزء. هل البل ما شربت بأبل ما شاء الله بسبة وجود الربيع العام. في نوع من الأشجار اللي هي الأفاني الفنون أخذت إلى حوالي تقريبا أول شهر 6 مع الأمطار المتأخرة. الأمطار المتأخرة بخير كثير. يا سلام. إيه نعم. يا سلام. وتفيد الأرض يعني، وينبت نباتات كثير خاصة الصيفية. يا سلام. وش أبو حسان انظر إلى آثاري. رحمة ربك. رحمة ربك. الآن يا جماعة الخير وأنتم تشوفون المطر من خلال الشاشة مستمتعين، حنا مستمتعين، حنا نشوفه مباشرة. هذه المتعة دنيوية. أجل المتعة الأخروية وش تصير؟ ها أبو حسان. يعني لا يبغون عنها حولا. نعم. يعني يكفيهم أجمل شرف كبير يجدونه في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا سلام. ثم يقول لهم بعد كلام في الجنة ما هو يشوفونه، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله. كنتم صابرين محتسبين تصدقون تنفقون تسمعون تؤمنون بغيب ما تدرون عني، آمنتوا صدقتم. يا سلام. تستاهلون أن تقعدون فيها خالدين، طبتم فادخلوها خالدين. الله لا يحرمنا فضل. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله أكبر. يا رب لك الحمد. الله يرزقنا شكره. شو حبيبنا مخرجنا الجميل وهو مطلع لنا ما شاء الله لقطات هالأمطار. سبحان الله من جمال المطر عند اللمبات وهو نازل كذا. وعند المأذنة. سبحان الله. وعند المأذنة جميل. عند المأذنة أيضا. إي والله ما شاء الله تبارك الله. إذا جاء تقدر تجيبها يا أستاذ محمود، تجيبون من عند المأذنة كذا. يا سلام. شوفوا اللقطة، شوفوا شلون جابها. أي جمال هذا يا محمود. قال له بغيت العطاء بالشاشة يزود. أيوة. وكلنا على هالرجه شهود.
خلك مع حبيبك الغالي محمود. محمود ولا يهون الاخوان اللي معه، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع، اللهم وفق عمتي هيا، الله يجعلها، اللهم من يسرك ان ترزقها القبول في الدنيا والاخره ولدها. اللهم امين اللهم امين. يدعي لامي الله يجزاها خير. انا بصور ضيعت البرنامج وضيعت ما شاء الله تبارك الله. الله يسعدكم الله يسعدكم الله يسعدكم يا رب معها نزول هالمطر. اسال الله عز وجل ان يسعدكم جميعا. قولوا امين. ترى ما يمنع كل واحد يدعي لنفسه دعوه مع نزول المطر احرى بالاجابه. فاسال الله ان يحقق امانيكم جميعا وان يسعدكم جميعا وان يبارك فيكم جميعا. ابو منصور ايش رايك في السعاده اللي احنا فيها؟ لو احنا بالبركه نازلين ترى ما بينك وبين البر الا خطوتين. انا عارف ايه؟ والله لكن نعمه يا سلام ابو زياد. الجو يعني ما ادري ايش قال له. ما هذا هو ايه؟ هو مسكت. ما مسكت مسكت اسلم زياد على هالجو هذا ايه؟ الجميل. الصوت بس نبي لو حصل المخرج ارفعوا لنا الصوت ارفعوه. ما شاء الله على هالجو هالجو الجميل والامطار والخير اللي صار هذا. تذكرت يا ابو عبد المحسن وهنا الربع سالفه يمكن قبل 200 سنه صارت وصار فيها المواضيع اللي تكلمتوا المطر وصار فيها الجوازي هذه اللي تقولون هذه. يا سلام. طبعا البدو من اول يسمون الى قعدوا بشتاء قعدوا الشتويه ذي 4-5 شهور ثم جاهم الصيف وشربوا الماء الغنم شربت الماء والبل يسمونها نقضه الجزء ونقضنا الجزء كانت جوازي على الغنم او الحلال كان جزء عن الماء ثم النقض. هذا في واحد بالأجفر الأجفر اللي عند منطقة حايل صار بينه وبين ولد عمه خلاف على حاجة بسيطة كذا وتضاربوا وبغوا يتذبحون وهجه فر منه وراح جلس سنة كاملة هاجر عنه وهذا يتوعد به ولد عمه ذا اسمه نيف. يا سلام. هذا طبعا جاء وراح وجلس لمجهة الحفر وجلس لمع قبيلة هناك وجلس فترة يعني حول سنة كاملة. هذا قاعد يدوره ولقاه يوم من الأيام عقب سنة لقاه على الماء وجتهم ليلة مطيرة مثل هالليلة هذه قامت تمطر عليهم وتبرق وترعد وجاء وقال قصيدة يتمنى أن هالبروق وهالرعود وهالمطر على ديار عيال عمه ويقول ودي بهم وأبي لكن يقول هلي من حاش يقول هلي من حاش ذا. إيه؟ هذا كان يلحق ولد عم نيف كان خلاص يتحراها كل ليله يبي يذبح لكن صارت هالقصيده سبب نجاه له. فجاء ويقال الابيات هذه طبعا يشيلها على الربابه هو يقول كريم يا برق صراله الرفارين قعدت خيله والعرب هاجعيني عزل من المنشا مزونه مناسيف عزل من المنشا مزونه مناتيف جعله من التيب يسار ويميني وغواح يا الاجفر تدرج كمسيف حتى منازلها لاهلها تزيني ينزل بها اللي يسكنه ينزل بها اللي يكرم الجار والضيف تشوفهم في جانبك الحيني اهل ارباع كالهضياب المقاييف كبار الصحون وكبار الصحون ومطلزين اليميني وديبهم لا شك ما هي على الكيف عنهم حداني نيف سبن الكميني يا سعد مله بالرفاقه مثل نيف او زاد مثلي ينطح العايليني الله لحد من نقضه الجزو بالصيف وانا لذيذ النوم ما طب عيني والرجل ملت من كثير التواقيف ولالي سواك مشاكيا يا ظنيني وش هقوتك وانجا سمو من بها هيف هو بكذرة ولا من المرتعيني طبعا يقولها يقولها من هو يسمعها ولده ومرته سمعه نيف وطلع عليه من شق البيت وحط الرب برقبته قال يا ولد أبى أسألك بالله يوم تقول القصيدة هذه تدارن عني قال لو أني دارن عنك سنهجيت عنك مثل هجيجي العام لكن أنا أحبك وعزك وأدري أنك رجال وشجيع وتسوي لو مسكتني تتذبحني وأحبك لكن الشيطان اللي صار بيني وبينك قال قم أجل ترى الله عتك وترك سلم يا سلام وروح شب نارك وعلم جيرانك يجون اننا صلحنا وقضينا شب نارك ويعشيه يوم اصبحوا يستاذنون من القبيله اللي هو معهم ويجيب يرجع للاجفر. يا سلام وسلامتك. انا اعلمكم مع هالجو انا بالنسبه لي شخصيا بمشي والحصين يقدم البرنامج الله يعافيك. انا اي مع هالمطر وهالخير
بمشي قدم البرنامج انت خلاص محسيني قدمه السياره ما تصل على سواق يا ابو عبد الله اقول ابو عبد الله بتضيعنا انت ها بتضيعنا لا ولا ما يعرف يسوق لا ما صدق الحين انا ايوه اقول لكم شيء يا جماعه الخير انا كاتب له هنا كاتب له بسم الله عشان كاتب لك ابى اقول اني بمشي لحسيني وانت حلف ما اروح ورا ما حلفت طيب خليني تورطني ليه تخرب السالفه ليه والله ما تروح شو عقبه خلاص خربه خرب المشهد بعد من اول احنا مظبطينه وانت انا ما قريت صح اقول جيتهم من الله ذي اي والله ما قاعد يقعد مستمر وبيه حلف ابيه يناديني ابيه ما عاد قال شيء الله يسعدك ابو حصيري يبارك فيك لب عينك لب قلبك ابو صالح سام نبي مع هالمطر عايشتك يقول حق تمس تريمي يا بارد زهرة تريمي يا بارد زهرة تريمي يا بارد زهرة تريمي يا بارد زهرة احلى نزيز الرعد فيه ما احلى نزيز الرعد فيه ما احلى نزيز الرعد فيه يا حلو عيش به الاخضر يا حلو عيش به الاخضر يا حلو به الأخضر يا حلو عيش به الأخضر والبلي ترعى مفاليه والبلي ترعى مفاليه والبلي ترعى كم من غريب نتودي كم من غريب نتودي الله يبيض وجهك ويسعدك ابو حسان نعم وقت نزول المطر وخير وبركه نبي دعاء منك وحنا نأمن عليه والمشاهدين يأمنون عليه فرصه ابشر تفضل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه آمين. اللهم صل وسلم على نبينا وآله اللهم إنا نسألك الخير كله آمين. ونعوذ بك من الشر كله آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم آمين. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين آمين. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في حدودنا آمين. اللهم سدد رميهم وثبت آمين. أقدامهم آمين. يا رب العالمين آمين. اللهم احفظ أمننا في آمين. بلادنا وبلاد المسلمين ووفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تطهر قلوبنا وتجعلنا هداة مهتدين آمين. صالحين مصلحين اللهم اغفر لنا ولآبائنا آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها آمين. دقها وجلها آمين. وأولها وآخرها آمين. وعلانيتها وسرها آمين. وعمدها وجهلها آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين. ونعوذ بك من الوبا والربا والزنا والزلازل والم وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وذو الجلال
والإكرام. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. آمين. اللهم اجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. اللهم أن نسألك أن تصلح نياتنا وذرياتنا. آمين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. آمين. اللهم انزع الغلة والحسد والرياء والنفاق والعجبة من قلوبنا. آمين. اللهم آمين. تقبل دعانا ودعاء المسلمين. وصلى آمين. الله على نبينا وآله. اللهم صل وسلم على نبينا. نسأل الله عز وجل أيضا لجمهورنا الكريم اللي يتابعنا الآن، نسأل الله عز وجل أن يسعدهم في الدنيا والآخرة. آمين. وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى يا جماعة الخير. ربما واحد يسمعنا الآن أو واحدة تسمعنا ويقول آمين وتوافق باب مفتوح، ثم نروح كلنا في الفردوس الأعلى. فأسأل الله لا يحرمنا من فضله. جزاك الله خير أبو حسن. أسأل الله أن يسعدك في الدنيا والآخرة يا رب. الله يبارك فيك. سم بس ممكن لو تكرمت سؤال لأبو منصور. إيه تفضل أبو منصور، بحكم أنه ما شاء الله متخصص بغير يعني النباتات البرية، ما شاء الله تبارك الله عنده يعني نحل وخلايا نحل ومختص فيه. شفت مرة من المرات تكلم لكني ما لحقت على السنابات، تكلم عن وخزات النحل وعن إنتاج العسل، يعني في منتجات النحل اللي أكثر اللي غير العسل حنا ما نعرفهن، ما أدري عكبرة وما أدري وش اسمه، فما أدري لو يستعطينا نبذة بسيطة. سؤال حلو والله. تفضل. تفضل. وش الفائدة من هو لا؟ طبعا النحلة الصغيرة هذه الحشرة اللي تقوم بالعمل هي العاملة. العاملة العاملة هذه لو تدرون كم عمرها، ترى 40 يوم فقط وتموت. عجيب. يعني كل الخلية هذه كل 40 يوم تبدل نحل. يعني اللي قبل 40 يوم مهم اللي الآن. اي نعم. لا إله إلا الله. اي نعم. طبعا هي تعتبر سبحان الله صخرة، تعتبر مصنع متكامل. طبعا تنتج 6 منتجات، الناس ما يعرفون الا وشو العسل فقط، بينما هي لا تنتج 6 منتجات وكلها مهمة للإنسان. ايوه. حتى في بعض العلماء الغرب وكذا يقول لو انتهى لو انتهى النحل من العالم كان انتهى العالم كله. يعني هو من عظم هالشيء ذا. سبحان الله. فهي تنتج العسل وتنتج العكبر. الله. تنتج لحظة، وش العكبر؟ نعدهم بعدين فصل. يلا. تنتج العسل، تنتج العكبر، تنتج غذاء الملكات، تنتج سم النحل، تنتج الشمع، تنتج حبوب اللقاح. يا سلام. 6 أشياء. ستة. ستة كلها مواد مفيدة للإنسان. العكبر وشو؟ العكبر هو أكبر مادة، طبعا يسمى البروبوليس عالميا، هو يعتبر أقوى مادة، لا زال الطب حتى ما توصل لمستواه في عملية التطهير أو التعقيم أو المضاد الحيوي زي ما تقول. سبحان الله. إيه نعم. قوية فيه جدا، فيه شفاء للناس. إيه يعني يقول الآن العين السداسية حقت النحل هذه إنه أفضل من أفضل غرفة عمليات 3 مرات، يعني تعقيمه قبل لا تبيض بها الملكة أو يحط بعسل لازم تكون معقمة 100%. التطهير وذا كله بالعكبر. العكبر ينتج براع من الأشجار، من السوائل حقت الأشجار، بعض السوائل، ولكن لو دخل شيء للخلية مثلا، دخل شيء كبير للخلية وقام النحل بمهاجمته وقتله بس ما قدر يطلعه، يبي يروح ولا لا؟ يقوم النحل يغلفه بالعكبر، خلاص انتهى موضوعه، ما يروح، ما تطلع ريحته، ما يسبب للخلية أي مشاكل. هل البيوت السداسية ذي مغلفة بالعكبر؟ مغلفة بالعكبر. أي فتحات زائدة أو يدخل منها مناسم أو مشاكل تسكر بالعكبر. سلكن هذا بين البراويز بالعكبر، كل شيء بالعكبر. سبحان الله. اي نعم. هذا العكبر منتج من منتجات النحل، وموضوعه كبير جدا طبعا، ولا يستخدم كميات كبيرة لأنه قوي جدا، هو يجب الحذر منه، يعني يستخدم كميات بسيطة. يستخدم وين؟ الناس يحطونه مع العسل، الناس ياخذونه كذا اللي هو الشمع، لما ذاك الشمع اي يحطونه مع العسل، بعضهم يحطوه مع الشمع، بعضهم ياخذوا كذا ياكلوا. نعم. هو يجي مع خلوط بعض المرات مع الشمع. يعني الكل ياخذون، بس يعني تاخذه بنسب قليل لانه زي المضاد الحيوي القوي جدا، يعني سبحان الله يجب استخدامه بشكل مضاد حيوي. ايه. معقم كل شيء. شوف الان فيه وتعقيمها اكثر من العمليه. ايه نعم. العمليه 3 مرات ساعات، هي يحمي الخليه فيه بالعكبر هذا. وياخذ براع من الاشجار ويجيبه بسلال الرجلين، ما طريقه انتاجه تختلف عن طريقه المنتجات الاخرى. الحين العسل خاف يطول الموضوع. لا عظم، ما يخاف. العسل ينتج من معده العسل، غذاء الملكات ينتج من غدد براس،
بعمر معين للنحلة. الشمع ينتج من غدد من تحت البطن. حبوب اللقاح والعكبر ينتج من سلال الرجلين. سم النحل ينتج من غدة السم مخرط النحل. يا سلام. يعني مصنع متكامل. لازم التشريح انت تتكلم عن مصنع كامل. يعني تخيل انك تحط مسار واحد تبي تنتج مادة معينة. وش كبر المسار هذا يصير؟ اي والله. هذه ست الله. مسارات فيها حجر هذا قد. يا سلام. وعمرها 40 يوم. لا وهالسداسيات على صغرها. اي هي دقة متناهية. التنظيم هذا عاد الحال وعاد عملية البناء وطريقة البناء ان العسل ما ينكب ما يطيح كيف التماسك ما ينصرخ هذا عاد باب عالم اخر ذا. كيف يبني الخلفيات والاماميات كيف يبني من هنا ومن هنا يجيبهم مع بعض طريقة هندسية عظيمة شيء عجيب. يا سلام. النحل كله تفكر. اي والله. لكن هو منتجاته ست منتجات هذا المكتشف وللآن في شيء ما اكتشفوه ترى علم النحل ما وصلوا له وصلوا إلى تقريبا يعني يتكلموا العلماء على 70% من معلومات النحل. يا سلام. سلوك النحل إلى الآن صفر تقريبا فيه. طيب العسل سؤال أبو منصور قال لي قبل فترة العسل الجزيرة العربية أخذ الأول على العالم دائما النحل دائما النحل السعوديين يأخذون الأوائل وهذا ميزتهم. أي نعم. ليش؟ بسبة نسبة الرطوبة وعسل رحيقي 100%. يا سلام. نسبة الرطوبة قليلة يعني. قليلة صفر يعني. إيه يعني عندك إحنا مثلا وقت تزيل الطلح والسدر بالمناطق الداخلية هذه وكلها وقت شدة الحر نسبة الرطوبة فيها صفر بالإضافة لأن أعسال رحيقية يعني لأن العسال خمس أنواع هي أعسال رحيقية وأعسال ندوة أعسال فاكهة أعسال ندوة أعسال تغذية سكرية أعسال مصنعة خمسة أنواع. وقف هنا يا بابا. إيه؟ وقف هنا. لا إحنا ما يكفينا منك حلقة. سام. ما يكفينا حلقة. إن شاء الله بإذن الله. إيه نبغى لك في رمضان أقل شيء خمس حلقات عشان تعطينا معلومات. إن شاء الله إذا أنا موجود. إن شاء الله. لا ما في إذا أنا موجود مو بعدك. إن شاء الله. رأيك جمهورنا الكريم مش رأيكم؟ نخليه يجي ها اوه لا يقولون ايه ايه يلا ما في كلام حتى المخرج والعاوزينه والله عاوزينه الله يجزاك فلا جدي ابو منصور ان شاء الله ان شاء الله يبي لنا كذا يعني على الاقل كم يكفي ست حلقات في رمضان لا لا ست زين خمس خمس حلقات ان شاء الله باذن خمس حلقات في رمضان نبيك ان شاء الله ان شاء الله ربنا ترى ابو حسان عنده خبره في العسل كفو والله وشغله على اجل تجيب خليه انا وياه وتبارى بلس والله ايه ايش رايك جاهز؟ انا تلميذه يا اخي لا 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 انا تلميذك بعد بس يبي نلسع ويلسع نلسع لين يقول واحد وقف لكن اخر اخر سؤال بعطيك اياه سريع لك ولا ابو حسان يقولون نحن نلسعك لا تشيلها خلها يعني هم يبون الفائدة قصدهم إيه؟ إنه وهي حتى لو شلتها أساسا تبقى غدة السم ما تطلع تشوفها غدة السم تنبض السم ما لها علاقة هي لكن النحلة اللي تلسع هذا من حكمة ربي إنه النحل ما ينقل أمراض ما بتكرم زي الذباب والنامس وغيره من رزق النحلة إذا لسعت ماتت انتهت خلاص يا سلام. إيه؟ تطلع معاها خلاص طيب أبو منصور الحين أنا أشوف إن الشوارع مثلاً إيه؟ يبيعوا العسل واجب هنت إلى شفت العسل تميزوا يا أبو منصور لا لا ما تميز ما تميز لا لا صعب أنت صعب تميزه إيه صعب صعب لا علي وعلى غيري لا أبو حسان عنده خبرة يعني لما تشم ريحته أقول لك سدر أشم ريحته أقول لك طلح لكن أقول لك إنه نقي 100% هذه إيه لا قضية نقي ولا خل عملية التذوق أنا من أذوق أي عسل يعني جبت لي الحين الان بدأوا الشباب بعد ما اقتحموا المناطق الوسطى اقتحموا مجال النحل وتعلموه وكذا لقينا اشجار عندنا منتجه للعسل فلما تنتج عسل من اشجار معينه زي عسل البرسيم الاثل الشفلح كلها جديده علينا تذوقوا مره مرتين خلاص تعرف ريحته تعرف طعمه يا سلام لكن هل هو عسل 100% او مخلوط في شيء الله اعلم يبين المعمل يبين انا دائما اقول للناس لا تبحث عن عسل لا تبحث عن عسل ابحث عن نحال ثقة انت وجدت نحال ثقة وجدت عسل جيد حلو اي نعم فهذا اهم شيء والحمد لله بتوفيق من ربي كسبوا نحالين الثقة يعني بشكل كبير لانهم الخمسة لوائل والعشر لوائل عالميا 8-9 سعوديين يا سلام وهذا شيء يا سلام بعض الناس
خلاص وطالبهم يلا نقول بحافظ على الشيء ذا. بعض الناس يشرب النحل للسمرنة. ايوه هذا موضوع اخر، هذا يبي له حلقه غير الكلام هذا، يبي طول الحديث ولا ودنا ثبت ثبت السؤال هذا الحلقه جايه باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، استمتعنا في حلقه هذا اليوم بجميل الحديث ومعلومات ثريه وشيلات جميله وعطاء مميز، ثم كرمنا الله عز وجل بهطول هذه الامطار. اسال الله عز وجل ان يسعدنا جميعا في الدنيا وفي الاخره. نذكركم بذلك اليتيم وذلك الفقير وتلك الأرملة وتلك المطلقة وتلك الأسرة التي تحتاج في عروة، نذكركم بوقف رحماء.